السلام عليكم. الغذاء هو الجبهة الجديدة في معارك العرب ضمن عالم مضطرب بالأحداث، فتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي العربي يفرض تحديات حقيقية في وجه الدول العربية اليوم، وخصوصا في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وما يسببه ذلك من اضطرابات في التجارة الدولية وتعطيل لسلسلة الإمدادات للأغذية والسلع. ففي حين استطاعت دول مثل المغرب وتونس والجزائر والأردن وقطر والكويت تأمين مخزونها من السلع الأساسية لعدة شهور، تعاني دول أخرى مثل مصر والسودان معضلة حقيقية في تحقيق أمنها الغذائي، وكذلك هي حال دول عربية كثيرة. وفي هذا السياق تشير تقارير للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن الوطن العربي يعاني عجزاً في الأمن الغذائي يفوق 35 مليار دولار. إزاء هذا الواقع يسأل مراقبون، ما خطورة هذا الأمر؟ وما أسباب التحديات التي تواجه العرب في أمنهم الغذائي خصوصاً في زمن الكورونا؟ وهل من سبل لمواجهة العجز الحاصل؟ هذا ما تبحثه هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث العرب، أهلاً بكم. يعد الأمن الغذائي من التحديات الرئيسة في الوطن العربي، فعلى الرغم من توفر الموارد الطبيعية من الأرض والمياه والموارد البشرية، فإن الزراعة لم تحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية، بل اتسعت الفجوة الغذائية وأصبحت الدول العربية تستورد نحو نصف احتياجاتها من السلع الغذائية. مفهوم الأمن الغذائي الذي يعني بحسب منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة، يحتم على الدول العربية السعي بكل جدية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على مواردها وإمكاناتها في إنتاج احتياجاتها الغذائية محلياً. المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية أشارت إلى أن عجز الأمن الغذائي في العالم العربي يقدر ب 34 مليار دولار عام 2017، فضلاً عن الدراسة التي قدمتها الأمم المتحدة والتي جاء فيها أن الدول العربية غالباً لن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وستواصل اعتمادها على التجارة لتوفير احتياجاتها الغذائية حتى عام 2030. المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي عموماً والعربي خصوصاً في ظل أزمة معقدة ومركبة نتيجة تفشي فيروس كورونا تتزايد مع تزايد عدد الإصابات حول العالم دون أن تضع الدول العربية الخطط اللازمة لمواجهة تلك التحديات. الواقع الحالي للأمن الغذائي العربي العاجز ليس وليد اليوم، بل هو تراكمات سنوات سابقة تفاعلت فيها العوامل الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن انتشار الأوبئة والأمراض وانعدام التخطيط الاستراتيجي الإنمائي في الميدان الزراعي، وإلا فإن زراعة أرض السودان وحدها كفيلة بحل مشكلة الغذاء في الوطن العربي. إن قضية الأمن الغذائي هي قضية حياة لا ينبغي تركها للظروف المتغيرة ولا للعوامل الخارجية لتتحكم فيها وبالتالي التحكم بالحياة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة لوزيرن السويسرية دكتور حسام الشاذلي، المستشار السياسي والاقتصادي الدولي. مرحبا بكم دكتور حسام. المنظمة العربية للتنمية الزراعية تقول، وهي منظمة تابعة حكومية تابعة لجامعة الدول العربية، تقول إن العجز في الأمن الغذائي العربي يفوق تقريبا يعني 34 مليار دولار، يعني رقم كبير. نريد أن نبحث في ميزان الخطورة، ماذا يعني، ما مستوى وطبيعة وحجم الخطورة، ماذا يعني ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بك دكتور وبضيوفك الكرام، حياكم الله. هو في الحقيقة طبعا يعني الموضوع يعني ال 34 مليار العجز هو مجرد واحد من علامات يعني الخطر الفادح فيما يتعلق بعجز منظومة الغذاء العربي، وذلك في الحقيقة يعني تم اختباره بصورة واضحة في ظل ظروف الوباء الذي ما زلنا يعني نعيشه في العالم أجمع،
وخاصة إذا علمنا أن ارتباط الأمن الغذائي العربي بما يسمى بالاقتصاد السياسي وفي نفس الوقت بقدرة الدول على يعني توفير الغذاء بالكميات الملائمة وبالأنواع الملائمة لأفرادها، سنعلم مثلا يعني لمجرد أن تعلم ما مدى خطورة هذا الرقم، يجب أن نعرف يعني هذا الرقم في الحقيقة يعني في من يتحكم فيه، يعني من يتحكم في فكرة العجز الغذائي. يعني إذا علمنا مثلا أنه من يتحكم اليوم في الغذاء العالمي هم أربع شركات دولية، هي يعني أربع شركات مالتي ناشنال بيسموهم الأربع الكبار، يعني الاي بي سي دي، اللي هم يعني شركات زي أرشر ميدلاند، كارجل السويسرية، شركة باج، وشركة ديري فوكس. هم أربع شركات في العالم. في الحقيقة الأربع شركات دول بيتحكموا في 75% في الغذاء أو في الأمن الغذائي العربي. طبعا هذه الشركات من الواضح من اسمائها انها شركات مالتي ناشونال بترجع لدول مختلفه كالولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وسويسرا وغيرها. ففكره هذا العجز يعني اننا في الحقيقه اذا تم اختبار عمليه الاغلاق الكامل او شبه الكامل لاستيراد الغذاء العربي ستكون هناك كارثة، ويعني ويجب أن نعلم أنه للأسف الدول العربية قد سلمت مفاتيح أمنها الغذائي يعني للمنظومة الدولية. كيف ذاك؟ كيف حصل هذا؟ منذ فترة طويلة حدث ذلك في الحقيقة عندما تغيرت يعني القواعد الأساسية لفكرة سلة الغذاء العربي. يعني كان هناك في الماضي ما يعرف بالمغرب الخصيب، كان من المعروف أن مصر الهلال الخصيب تقصد؟ الهلال الخصيب أقصد، يعني كان ما هناك ما يعرف بسلة الغذاء في مصر. في الحقيقة النهاردة يعني اليوم عندما يعني نعلم أن مصر مثلا أو السعودية كنموذج واضح قد تغير الحال فيهم تماما. فمصر اليوم آخر تقرير في عام 2018 فيما يتعلق ب يعني اعتماد مصر على استيراد الحبوب التي كانت القمح والفول كانوا أساس الأمن الغذائي المصري والذي كان يساهم في يعني في صورة كبيرة في الأمن الغذائي العربي. النهاردة مصر بتستورد فول ب 125 مليون دولار سنويا. مصر اليوم تعتمد على ثلاث دول رئيسية فيما يتعلق في بأمنها الغذائي، وبعد تحولها من الإنتاج إلى الاستيراد هي ليتوانيا وإنجلترا وأستراليا. يعني في الحقيقة حدث ذلك عندما قررت هذه الدول أو حكومات أو منظومات هذه الدول التي في غالبها هي منظومات غير ديمقراطية قررت أن تتخذ الطريق الأسهل، وهو يعني بغض لم تعمل على بناء الأراضي وعلى تحسين تنوع المحاصيل. طيب. وعلى هذا 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 متعلق بسبل مواجهة ما يجري. عفوا دكتور، الحديث عن هذا العجز، وبالمناسبة مصر باتت تستورد القمح وهي كانت من دول كبرى المصدرة لهذا القمح، والآن تعتمد على القمح الفرنسي والأمريكي. دعني أتحول إلى الأستاذ أو الدكتور شهاب عزيزي، رئيس المركز الدولي للاستثمار في النمسا، هو معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أرحب بك دكتور شهاب. يعني نتحدث عن عجز كبير يفوق 35 مليار دولار في الأمن الغذائي العربي. أريد أن أسألك بداية، هذا مدخل لابد منه، ما مفهوم الأمن الغذائي العربي؟ ماذا يمكن أن يقال عن هذا الأمن الغذائي العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، الأمن الغذائي بشكل عام وعلى مستوى العالم من أهم الموضوعات الحساسة المتعلقة بالاقتصاد الوطني واستقرار الشعوب. طبعا حاليا الأمن الغذائي العربي يعاني مشاكل كبيرة جدا، نقص وعجز تلبية الاحتياجات نتيجة عدم الاستقرار الأمني ووجود إشكاليات ومشاكل ثورات وحروب على مستوى معظم الدول العربية. حتى الدول التي ليست فيها ثورات ولا مشاكل أيضا لديها إشكاليات كبيرة في هذا الجانب نتيجة قصور وعدم تلبية احتياجات المواطنين وعدم تشجيع الاستثمار الزراعي والتربية الحيوانية وعدم وجود أي تسهيلات أيضا تناسب
تنمية القطاع الزراعي أو الغذائي بشكل عام، سواء كان صناعي أو استيراد أو غير ذلك. في إشكالية في التخطيط الاستراتيجي، في إشكالية في التنسيق ما بين الحكومات والشعوب، في إشكالية ما بين يعني توفير الاحتياجات الغذائية على مستوى كل دولة من الدول العربية. تقريبا الأوضاع متشابهة في معظم الوطن العربي، وما في دولة عربية حقيقة لديها كل الأصناف الغذائية. كل دولة تحتاج إلى دولة أخرى أيضا من حيث التبادل، حجم التبادل بعض الأصناف. هناك دول عربية رغم توفر المياه لديها مثل السودان ومصر وبعض الدول العربية التي تعتبر زراعية بالأساس وعندهم ما شاء الله يعني إمكانيات متوفرة موارد، لكن عدم وجود استغلال كافي لتلك الموارد. طيب دكتور شهاب، أريد أن أبقى معك. يعني منظمة الفاو، منظمة الزراعة الأغذية والزراعة الدولية الفاو، تعرف الأمن الغذائي بأنه توفير السلع الأساسية لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين لتلبية احتياجات هؤلاء الأفراد بصورة تساعد على الاستمرار بصورة صحية ونشطة. هذا تعريف الفاو. لو سمحت لي أن أنقل لك تعريف الدول العربية الأمن الغذائي في إعلان تونس عام 96، قالت وهو قريب لكن هناك بعض التباين: توفير الغذاء بالكمية والنوعية اللازمتين للغذاء والصحة بصورة مستمرة لكل أفراد الأمة العربية اعتمادا على الإنتاج المحلي، أولا على أساس الميزة النسبية لإنتاج السلع الغذائية، ثم تقول بعد ذلك وإتاحته للمواطنين العرب بأسعار تتناسب مع دخولاتهم وإمكاناتهم. عندما نتحدث عن العجز الحاصل الآن في الدول العربية، العجز في الأمن الغذائي، استنادا إلى أي التعريفين حاصل الآن؟ إلى كلاهما. يعني هو التعريف الأول إلى كلاهما من ناحية مختزل، يعني تعريف مصطلح علمي لكن لا يصف الواقع، وهو الواقع يقول يجب تلبية، يعني معنى ذلك عدم أمن غذائي. من خلال التعريفين لا يوجد أمن غذائي حاليا في الوطن العربي. طيب طيب اتحول الى 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 لوزيرن السويسريه. الدكتور حسام، حينما يتحدث عن عجز في الغذاء، فهل يشمل هذا الحديث جميع الدول العربيه ام انه شيء نسبي يتفاوت بين دوله واخرى او بين مجموعه عربيه جغرافيه واخرى؟ انا اعتقد انه في الحقيقه يعني جميع الدول العربيه مشتركه في هذه المشكله وفي هذه يعني كارثه اذا صح تسميتها بنسب مختلفة يعني بنصيب مختلف. حتى تلك الدول التي يعني تذكر على أنها تمكنت من تحسين وضعها الغذائي أو بشرائها أراضي خارج الدولة أو بالاستثمارات نظرا لتوفر يعني الأموال السائلة، في الحقيقة إذا نظرنا بالتفصيل إلى ما يحدث داخل هذه الدول فيما يتعلق بالأمن الغذائي المحلي وقدرتها على توفير الـ يعني الـ الكميات المطلوبة، هذا لا يوجد. يعني في الحقيقة غالبية هذه الدول تعتمد في النهاية على فكرة استيراد ودفع الأموال الكثيرة والطائلة لاستيراد المواد الغذائية التي تحتاجها حتى في ظل الظروف يعني العصيبة كما حدث في ظل يعني الوباء الحالي. لكن ماذا يحدث داخل هذه الدول؟ هل توفر هذه الدول في الحقيقة الأبحاث العلمية الخاصة بزيادة الرقعة الزراعية؟ هل قامت هذه الدول بالقدرة على إنتاج؟ لا يحدث، لا توجد دولة لكن عربية. لكن دكتور حسام، يعني ثمة تفاوت عبرت عنه منظمة الأغذية، منظمة التنمية الزراعية العربية، عندما قالت إن دولا مثل المغرب، تونس، الجزائر، الأردن، الكويت، قطر، هذه الدول الست استطاعت أن تحقق اكتفاء ذاتيا أو تؤمن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتفاوت بين 4 شهور و6 شهور. مثلا الكويت 6 شهور، بعض الدول الأخرى ل4 شهور موجود هذا. يعني كيف يعني نريد أن نفهم العجز في التأمين في الأمن الغذائي العربي في ظل هذه المعطيات؟ هذا يعود إلى قدرة هذه الدول على الصرف ودفع الأموال لجلب هذه المحاصيل لمدة معينة، وهذا لا يمثل أمن غذائي، لأنه في حالة عدم قدرتها على استيراد هذه المحاصيل. خليني أتحدث حتى معك على أمثلة واضحة فيما يختص بدول النفط. يعني أنت حضرتك ذكرت الكويت وقطر، يعني الكويت وقطر تعتمدان اعتمادا كليا على استيراد تلك المواد من دول أخرى، وتتحكم فيها ال4 شركات التي ذكرتها مسبقا، المالتي ناشونال كومبانيز. الحقيقة هذه الدول نفسها إذا
نظرنا في داخلها إلى ما يسمى بمشاريع الأمن الغذائي وإلى فكرة السيطرة وقدرة الاكتفاء المحلي، في الحقيقة يعني التقارير تشير إلى أن يعني كل هذا هي مشاريع مستقبلية لم تتم، إنما قدرتها على توفير الغذاء لمدة 4 شهور أو 6 شهور هو فقط قدرتها على تسيير الطائرات ودفع الأموال الطائلة لهذه الشركات، في بعض الأحيان تقوم بشراء هذه الأغذية بأضعاف أثمانها كما حدث في يعني في موضوع الحصار مثلا في قطر، في لكي يعني تتأكد الدولة من وجود يعني المواد الغذائية والمخزون الاستراتيجي في ظل الظروف الصعبة، ولكن هذا في الآخر لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره أنه يمثل في الحقيقة أمن غذائي. الأمن الغذائي كما يعني تحدثت حضرتك على التعريفين المنتصبين يعتمد في النهاية على فكرة قدرتك على الاكتفاء الذاتي المحلي، وليس فقط على الاكتفاء الذاتي، هناك يعني تعريف آخر يشير على أنه الفرق بين المجتمع المتمدن أو المجتمع المتحضر civilized society وبين السيفيل كونفليكت اللي هو الدخول في مشاكل يعني داخلية، هو الفرق بين القدرة على الحصول ووجود أجزس والحصول على الماء على الغذاء والماء. ففكرة عملية يعني فكرة الأمن الغذائي لا تنحصر حتى في الماء بأي صورة، في الغذاء يعني كمواد غذائية بأي صورة من الصور أو ما يتعلق بتعريف الفاو أو لا، في الحقيقة هناك مقاييس عديدة يجب أن تنظر إليها عندما تتحدث عن الأمن الغذائي، يعني يجب أن يتم تعريفها. وسأجد أن الدول العربية للأسف عندما ننظر إلى هذه المقاييس هي في يعني طيب لو أذنت لي دكتور يعني حسام، هذه المقاييس دعنا نسمع رأي الدكتور شهاب، نريد أن نفهم المشكلة دكتور شهاب. يعني الآن هناك عجز بنحو 35 مليار دولار في الأمن الغذائي العربي، وهذه قضية خطيرة يجب أن نفهمها ومعنا السادة المشاهدون. أين يتمثل هذا النقص مثلا؟ في إنتاج السلع أم في ضعف الإنتاجية الزراعية أم في عدم الاكتفاء الذاتي أم ثمة مظاهر أخرى ترسم ملامح هذا العجز؟ معلش مرة ثانية السؤال ما انتبهت. نعم السؤال. قلت لك نريد أن نفهم المشكلة الآن، العجز الحاصل بمليارات الدولارات في الأمن الغذائي العربي، أين تكمن المشكلة؟ كيف يتمثل هذا النقص؟ هل هو في ضعف الإنتاجية الزراعية أم في ضعف إنتاج السلع الغذائية الأساسية أم في عدم الاكتفاء الذاتي أم ثمة مظاهر أخرى يمكن أن نتحدث عنها في هذا السياق؟ هو عدة عوامل حقيقة هي السبب، يعني الإشكالية في الوطن العربي متنوعة، يعني كما ذكر الضيف الآخر أيضا هناك إشكاليات مختلفة وبنسب متفاوتة، أما نستطيع أن نقول سبب معين بذاته، يعني هناك عجز في عدم الإمكانيات المالية، وفي بعض الدول لديها إمكانيات مالية لكن في عجز في غير مؤهلة للجانب الزراعي أو لا تزرع بالمستوى الكافي أو لا تقوم بتربية الحيوانات بالشكل الكافي أو لا تقوم بتلبية احتياجات الزراعية والصناعية والغذائية بشكل كافي. هناك أيضا إشكاليات في الجانب التخطيط الاستراتيجي، لا توجد استراتيجيات واضحة في تلبية الأمن الغذائي والاحتياجات. هناك إشكاليات في فرص الاستثمار وتشجيعها في هذا القطاع. هناك إشكاليات أيضا في التنسيق على مستوى الدول المجاورة ومسألة الاستقرار والأمن كما ذكرت لك بسبب المشاكل الحاصلة حاليا. هناك أنواع كثيرة من المشاكل المتعلقة في توفير الأمن الغذائي، مسألة مصيرية واستراتيجية ليست يعني مثل القطاعات الأخرى لأنها تقوم على حياة الإنسان، والدول المتقدمة تأخذ هذه المسائل. لكن دكتور شهاب أين يتمثل النقص في الأمن الغذائي العربي؟ يعني مثلا في القمح، في 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 الإنتاج، في السكر، في ما هي المشكلة؟ كل الأصناف الأساسية تعاني منها، ما في دولة عربية إلا وتحتاج الدقيق القمح، تحتاج السكر، تحتاج الزيت الطعام الأساسي في الطبخ، تحتاج الرز، تحتاج كل الأصناف الأساسية ناهيك عن الأصناف الثانوية. هناك طبعا بعض الدول عندها الحمد لله يعني زراعة في بعض الفواكه والخضروات مثل بعض الدول العربية كمصر والسودان واليمن وغيرها بلد زراعة، لكن تنقصها بعض الأصناف الرئيسية والأساسية كغذاء أساسي. اليمن الآن اليمن يكاد يختفي عن الساحة دكتور شهاب، سنعاود الحديث في هذا الموضوع لكن نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود لاستئناف هذا الحديث.
مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الأمن الغذائي العربي والتحديات التي تعترضه في لوزيرن. دكتور حسام، الآن التجارة الدولية مضطربة بسبب الجائحة، جائحة كورونا، وهناك نقص كبير في سلسلة الإمدادات الأغذية والسلع الأساسية عبر العالم، وهذا يقود الخبراء أنه سيؤدي إلى مشكلة حقيقية في المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي وليس فقط الإقليمي. نريد أن نعرف منك درجة وطبيعة وآلية التأثر العربي في هذه المشكلة التي يتحدث عنها المراقبون. هو طبعا يعني كما ذكرت مسبقا، هي جائحة كورونا في الحقيقة كانت هي الاختبار الأحدث لهذه الكارثة المتعلقة بالأمن الغذائي العربي، لأنه قد عصرنا جميعا سويا ما حدث في فكرة الإغلاق الغير كامل بين الدول، يعني وحدود الدول بين أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وغيرها، مما يعني ظهر بصورة واضحة أن هناك عجز في المخزون الاستراتيجي لأنواع كثيرة من الأغذية والأدوية و أضف إلى ذلك المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها العديد من الدول العربية بسبب يعني المنظومات السياسية الغير ديمقراطية وغيرها، والتي يعني زاد الطين بلة وجود هذا الوباء. لأننا في الحقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى موضوع الأمن الغذائي العربي في ظل جائحة كورونا أو في ظل أي كارثة، يجب أن نعلم أن هناك مقاييس محددة يمكننا دائما أن ننظر إليها لكي نعلم إذا كانت هذه ماذا؟ آمنة غذائيا أم لا. هذه المقاييس مثلا من أمثلتها فكرة التعليم، فكرة التعليم المتعلق بالزراعة وبفكرة الإمداد الزراعي. يعني الفكرة دي هناك يعني مشكلة كبيرة جدا في العالم العربي فيما يتعلق بفكرة التعليم. فكرة التنوع المحاصيل كما ذكر ضيفك الكريم، بأنه لا يوجد التنوع الكافي بأي صورة من الصور في أي من الدول العربية، وهذا التنوع حتى إذا كان وجد مسبقا فقد اختفى. فكرة القدرة على التعامل مع المناخ المتغير، يعني فكرة أنك تستطيع أنك توفر الغذاء ويكون عندك أمن غذائي واستراتيجية أمن غذائي واضحة حاليا دوليا، يجب أن تكون قادرا على التعامل مع المتغيرات المناخية الخارجة عن إرادة الجميع، وهذا في الحقيقة متأخر جدا في العالم العربي. أضف إلى ذلك فكرة القدرة على الووتر مانجمنت، فكرة إعادة يعني فكرة تنقية المياه والتكنولوجيات المتعلقة بالطاقة الجديدة، وهذه الأفكار في العالم العربي هي كلها عبارة عن أفكار هلامية. بعض الجهات التي تقوم بأبحاث كثيرة جدا لكن التطبيق معتمد على دول خارجية وعلى دول غربية، ولا يمكن كما نعلم جميعا فكرة السايكل المعروفة، الدائرة نيكزوس، هي ارتباط الماء والغذاء والطاقة. بدون يعني هذه الثلاث أهرامات والثلاث يعني أركان، لا يمكنك حتى موضوع الوعي الشعبي وفكرة النمو اللي هو فكرة زيادة عدد السكان في الوطن العربي، والتي يعني ذكر في كثير من الأبحاث أن أحد مشاكل المجتمعات العربية أنها لا تستطيع استخدام التغير الديموغرافي الإيجابي. يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى أنعم على هذه المنطقة بالخصوبة وبفكرة قلة عدد الوفيات وزيادة عدد الشباب، ومن المفترض أن يكون لهذا تأثير واضح طيب جدا في فكرة وضع الاستراتيجية طيب المتعلقة بالأمن الغذائي العربي. دكتور حسام، يعني ذكرت نقاطا مهمة أريد أن أبني عليها لأسأل ضيفي الكريم في اسطنبول دكتور شهاب. يعني تحدث دكتور حسام عن قضايا مهمة مثل قضية التعليم وقضية الوعي وقضية النمو السكاني في المنطقة العربية، ارتفاع نسبة الخصوبة. طيب السؤال هو، استنادا إلى هذا الكلام، هل ثمة رؤية أو فلسفة أو نظرية عربية للأمن الغذائي العربي، وماذا عن المقومات الأساسية لهذا الأمن؟
طبعا هي الإشكالية هذه متوفرة من فترة زمنية طويلة وليست من اليوم. الكثير من المنظمات العربية حاولت وعقدت عدة اجتماعات وكتبت أبحاث وورق عمل، وهناك إحصائيات موجودة وفي محاولات عديدة في إيجاد حلول عربية في كل دولة عربية خاص بها. أما عمل مشترك تعقد أحيانا يعني بعض المؤتمرات على مستوى الوطن العربي تناقش حلول عربية، وكان هناك مبادرات لصندوق النقد العربي، وهناك مبادرات من الكويت، وهناك مبادرات بعض دول الخليج، لكن في الأخير لا تكلل بالنجاح. يعني تكتب بعض التوصيات ولكن لا تنفذ، لا يوجد تنسيق عربي عربي مشترك لإيجاد حلول للأمن الغذائي حتى الآن. بالنسبة للنقص المعلومات هناك أيضا نقص، لا نقول أن البيانات المتوفرة يعني حديثة أو لا ينقصها شيء، لا، بس أنا بقول أن هناك محاولات عديدة لإيجاد حلول، وهناك محاولات كتبت في هذه المسألة. بالنسبة للوطن العربي غني بموارده حقيقة، الإشكالية ليست في توفير الموارد، الإشكالية في إدارة تلك الموارد. الوطن العربي يعاني من سوء إدارة بالأساس وسوء تخطيط كما ذكرت لك، يعني الإشكالية الحقيقية هي هذه. أما الحمد لله البلد، البلدان العربية لديها سواحل متوفر فيها الثروة السمكية، لديها ثروات زراعية، لديها مياه، لديها أنواع كثيرة من الأصناف الغذائية ممكن أن يتم تبادل تجاري في بين الدول. لكن ليس لديها التكنولوجيا الحديثة ربما. التكنولوجيا تنقصها، يمكن استيرادها، يعني هي ليست عائق حقيقي، هي إشكالية حقيقية كما ذكرت لك، سوء تخطيط وسوء إدارة وفساد مالي وإداري وعدم قدرة على مغادرة. حتى مسألة السكان ليست إشكالية حقيقية، لأن الصين 1.5 مليار والهند 1.5 مليار لا يعانون من هذه المشكلة. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان خليفة في الأرض، ويمكن أن يقوم بكل ما يمكن في توريد توفير الموارد، وهي متوفرة بالحقيقة، لكن يحتاج إلى إيجاد حلول حقيقية واقعية في الاحتياجات، لأن النمو مستمر. أنت يمكن تضع خطة ل 100 مليون وبعد سنتين خمس سنوات تتغير العدد السكاني، فالنمو مستمر، فليست هناك مشكلة في هذه المسألة. نعم، سنتحدث عن الحلول بعد قليل، لكن قبل ذلك دكتور حسام، ذكرت أن الدول العربية أسلمت قيادها طائعة للدول الغربية في موضوع أمنها الغذائي. الآن الحديث عن أن المخزون العالمي أو الأمن الغذائي العالمي كله مهدد بالخطر، هل يمكن أن يدفع العرب إلى استفاقة ولو قد تكون متأخرة وإيقاف اعتمادهم على الغرب وبلورة سياسة ما لتحقيق أمنهم الغذائي والاكتفاء الذاتي مثلا؟ أعتقد أن هذا الموضوع هو مرتبط في الحقيقة بحل المشكلة الأساسية التي تواجه الأمن الغذائي العربي، وهي المنظومات الحاكمة والأنظمة الغير ديمقراطية التي تتحكم في العالم العربي. الفكرة الرئيسية هي أنه فكرة توفير الأمن الغذائي هي أحد المقومات الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي ولأي نظام يريد أن يقي شعبه أي تدخل خارجي أو أي تحكمات خارجية. يعني لعلنا ننظر سويا إلى العالم العربي اليوم عندما نتحدث عن وفرة المياه، وانظر إلى مصر التي يعني هبة النيل كما ذكر هيرودوت، اليوم يعني النيل في خطر. انظر في الحقيقة إلى فكرة القروض الغير متناهية وتحكم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكل من لديه قروض قد تحكم في قوت المصريين وفي قدرتهم على توفير الغذاء وعلى يعني أمنهم الغذائي. في الحقيقة موضوع الأمن الغذائي العربي هو جزء من مشكلة العالم العربي المتعلقة أولا وأخيرا بالأنظمة الحاكمة، والتي يعني يعاني العالم العربي اليوم في غالبه إن لم يكن كله من منظومات حاكمة لا يمكن وصفها ديمقراطية بأي صورة من الصور. طيب دكتور شهاب، الشعوب العربية حقيقة يعني تتناهشها إذا صح التعبير الاضطرابات الأمنية والسياسية الحاصلة، وجود أنظمة سياسية ينتشر فيها الفساد الإداري والفساد السياسي إلى حد ما، ناهيك عن جائحة كورونا التي تفتك بالعالم ومنه العالم العربي، لو بناء على هذه المعطيات لو ترسم لنا صورة حقيقية عن طبيعة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي في ظل ما ذكرناه آنفا. طبعا
طبعا التحديات هي كما إضافة إلى ما ذكرنا سابقا العوامل الخارجية، تدخلات خلينا نقول السياسية المتعلقة بالدول العظمى المتحكمة، الدول العظمى بقيادة الدول الدائمة العضوية لمجلس الأمن الخمس اللي هي أمريكا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، لا تتحكم فقط في الوطن العربي، هم يتقسمون الكعكة في الكرة الأرضية كلها، وما ينطبق على الوطن العربي ينطبق على كل الدول النامية الأخرى. هناك استراتيجيات مصالح يجب الخضوع لها مع الأسف الشديد، وإذا تجاوزت الدول العربية المشاكل التي لديها واستطاعت أن تضع نفوذ وتضع سيطرتها وتستطيع أن تتخلى عن كثير من القيود، أما في ظل الظروف الحالية طبعا مستضعفين ويتلقون التعليمات من الخارج، هذا فيما يتعلق بالتحكم الخارجي. فيما يتعلق بجائحة كورونا طبعا العالم كله في حالة تغير مرتقب واستراتيجي، وهناك حرب عالمية اقتصادية حقيقية نعيشها الآن ولم يعلن عنها، وهي يعني موجودة بين أيدينا عن طريق الحرب البيولوجية. هذه تصريحات قد ربما سمعها البعض ولكنها غير رسمية غير معلنة، لكن هي في الحقيقة الهدف منها حرب اقتصادية بدأت من هذا العام وستستمر إلى العام القادم 2021، ولها تداعيات كبيرة جدا في المنظومة الاقتصادية العالمية، ستنهار أنظمة دول وستقوم دول أخرى، ستنهار كثير من العملات، ستنهار كثير من الاقتصاديات التي والشركات الكبيرة، سيكون هناك اندماجات، سيحصل تحول كبير في بعض قطاعات الاقتصاد، ولكن يظل الأمن الغذائي هو المحور الأساسي الذي يتم المراهنة عليه، بمعنى أنه كل القطاعات الأخرى يمكن أن تنهار، ليست هناك مشكلة، يمكن إعادة بلورتها وهيكلتها، أما الأمن الغذائي والجانب الغذائي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الكل يحاول قدر مسألة وجودية المحافظة عليها، لأن نعم ولكن هي مسألة موازنات، بمعنى أنه حتى لو تلاحظ أنه في ظل الركود الاقتصادي الحالي القطاع الوحيد الذي يعمل باستمرار هو الغذاء، سواء كان مطاعم أو سوبر ماركت أو مزرعة أو إلى ذلك، حتى على مستوى المنشآت الصغيرة والقطاع الخاص. نعم. وبالتالي هذه جزئية يعني أخذها في الاعتبار أنه المراهنة عليها في البقاء وتجديد وإعادة حياة الاقتصاد مرة أخرى. القوة تكمن هنا في موازنة الأمور والقدرة على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات الأساسية للمجتمعات. الدول العربية جزء من هذا العالم، أنا الذي تكلمت عنه الآن هو إجمالا على مستوى الكرة الأرضية، والوطن العربي هو جزء من هذا العالم ويعاني من نفس الإشكالية الاقتصادية والأمن الغذائي، وهم الآن بصدد إعادة ترتيب الأمور بطريقة مختلفة. الأصل أن هناك مشكلتين، يعني في عندنا أصلا مشكلة نحن في الوطن العربي بعجز المواد الغذائية من قبل كورونا، الآن مع وجود كورونا صار إشكالية أخرى، يعني عندنا مشكلتين الآن مع بعض، يعني بمعنى أن زاد التحدي بشكل أكبر وزاد المشكلة بشكل أكبر. هذا وصفي الحقيقي للواقع، واقع أليم، واقع سيء. نعم. لن يتم التخطي بالأحلام. طيب. والكلام الفاضي والشعارات، وإنما يحتاج إلى غرف عمليات للطوارئ. طيب. وتشكيل لجان وتكاتف على مستوى كل حكومة مع القطاع الخاص وإشراكه بشكل عام. طبعا غرف العمليات وورش العمل والأفكار كلها نريد أن نبحثها معك ومع ضيفنا من لوزان السويسرية بعد الفاصل، كيف يمكن أن تكون سبل مواجهة هذا الأمن الغذائي الذي يتهدد الشعوب العربية، لكن ليس قبل أن نذهب إلى وقفة أخيرة.
أهلا بكم دكتور حسام. تحدثنا عن المشكلة، شخصنا المشكلة، تحدثنا عن أسباب جوهرية، أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة، وتحدثنا عن أن هناك دول عربية طائعة ارتهنت إلى الغرب في موضوع أمنها الغذائي، وهو والدكتور شهاب قال إنها مسألة وجودية لا ينبغي التهاون بها، كل هذا تحدثنا عنه، لكن ماذا عن الحل؟ كيف يمكن إيقاف مسلسل التداعي هذا المستمر في الأمن الغذائي العربي التي هي قضية محورية ومصيرية؟ الحقيقة يعني يجب عندما ننظر إلى موضوع الحل في العالم العربي أن ننظر إلى أصل المشكلة، وكما ذكرت من وجهة نظري أصل المشكلة يعني في الحقيقة يعود إلى الأنظمة الحاكمة في العالم العربي. حل مشكلة الأمن الغذائي العربي يرجع دائما إلى حل مشكلة المياه والطاقة والغذاء، بمعنى أنك لا يمكن بأي صورة من الصور أن تتخيل أنك يمكن أن توفر استراتيجية ناجحة للأمن الغذائي بدون أن يكون عندك يعني استراتيجية واضحة وطويلة الأمد فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وفيما يتعلق بقدرتك على توفير المياه اللازمة لزراعة وزيادة الرقعة الزراعية وفيما يتعلق بقدرتك على يعني توفير التكنولوجيا المطلوبة وتأمينها فيما يتعلق بالزراعة وبالمحاصيل الزراعية وبالأبحاث الزراعية. وفي هذا ولهذا في الحقيقة فإن فكرة حرب الطاقة هي مرتبطة مثلا بصورة واضحة جدا بالأمن الغذائي، وحرب الطاقة قد بدأت منذ يعني زمن ليس ببعيد ولكنها تطورت كثيرا في العشر سنوات الأخيرة، بحيث أن تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في عام 2010 ذكر بصورة واضحة أنه بحلول عام 2040 الدول التي لن يكون عندها مصادر واضحة ومستمرة للطاقة المتجددة قد تعود إلى العصر الحجري مرة أخرى. نحن نتحدث عن يعني سلسلة وحلقة واضحة، الغذاء مرتبط دائما بالطاقة والمياه، وإذا نظرنا إلى ماذا ومن يتحكم في الطاقة والمياه في العالم العربي سنجد أنه لا يمكن تجاهل المنظومات السياسية بأي صورة من الصور. أنا في الحقيقة دائما أشعر أن مشكلة العالم العربي هي مشكلة هذا الرجل العجوز الذي لا يعني يسير إلى الموت وهو لا يرى حتى ما حوله، وهو في الحقيقة توصيفي للجامعة العربية دائما. فهو عندما يعني نتحدث عن استخدام آليات الجامعة العربية وفكرة الدخول في كيفية حل هذه المشاكل من منطلق الكلام الغير قابل للتطبيق، مشكلة الأمن الغذائي العربي هي مشكلة هذه الحلقة المفرغة، الطاقة، المياه، الغذاء. وفي الحقيقة نحن في العالم العربي الطاقة والمياه يتحكم فيها غيرنا بسبب المنظومات السياسية. طيب، مما يؤدي إلى تحكمهم في أمننا الغذائي. طيب دكتور شهاب، عندما يجري الحديث عن علاج المشكلة، هل يعني ذلك بالضرورة إيقاف العجز تماما والانطلاق نحو مرحلة تأمين العرب غذائيا، أم الحديث في هذه المرحلة عن تقليل من العجز في الأمن الغذائي العربي؟ هو حقيقة لا يمكن القضاء على العجز بشكل مفاجئ كليا، لأن الحلول لازم أن يكون تدريجية وتسير بشكل متوازي مع الوضع الراهن ومتنوع أيضا وتوزيع أدوار كذلك، كما أنه لا يمكن أيضا حل المشكلة بشكل حتى قضية التخفيف ضرورة ولا بد منها، لكن الكيفية كجزء من الحلول هو يجب إشراك القطاع الخاص في هذا الجانب، لأن الحكومات حتى كما ذكر الضيف يمكن تكون مقصرة بدون الدخول لأسباب تقصيرها، لكن بغض النظر عن ذلك هي مسألة وجودية يجب الشعوب أن تتدخل وأن يكون لهم دور مجتمعي، يعني المجتمع يساهم قدر المستطاع، هناك منظمات مجتمع مدني وهناك متخصصين وهناك رجال أعمال، المصالح هي من تقود هذه العملية، يمكن أن تنشأ جمعيات لرجال الأعمال متخصصة تفعل هذا الدور وشركات أيضا مساهمة، ويمكن أن توزيع القطاعات بحسب الاحتياجات وإيجاد حلول جذرية لها. نعم، هذا كجزء أفضل الحلول وأسرعها، أما الاعتماد على الحكومات فقط طبعا لا يمكن أن يتم المساهمة بشكل فعال، وإنما على المدى البعيد يمكن التنسيق مع الجانب الحكومي والرسمي وبعض الدول بشكل استراتيجي على المدى البعيد، لكن الحلول الفورية هو يجب على كل الشعوب تتحرك فورا في كل دولة لوحدها بالتنسيق مع القطاع الخاص. طيب
دكتور حسام، لا نريد أن نكون متشائمين، وفي المقابل لا ينبغي أن تدفن الرؤوس في التراب وتغمض الأعين عن الواقع. الآن في ظل هذه الجائحة التي تجتاح العالم، في ظل الترهل الإداري، في ظل الفساد الإداري، في ظل الاضطراب السياسي الذي تعيشه المنظومة في المنطقة العربية، هذه الأوضاع مجتمعة إلى أي مدى يمكن أن تنعكس على قدرة العرب على إنضاج أي حل لعلاج هذا العجز ولو تسكينيا مؤقتا لوقف التدهور؟ هو في الحقيقة هم دائما يحاولون، أو هذه المنظومات الفاسدة يعني بصورها المختلفة أي ما كانت، فساد إداري أو فساد سياسي أو غيره، هو دائما هذه المنظومات وحكوماتها المتواجدة في يعني تحاول دائما أن تقوم بهذا النوع من التسكين، لأنه جزء من فكرة التحكم في الشعوب. يعني فكرة أنك تقوم مثلا بعمل لجان وبعمل مقترحات. يعني نحن لدينا في جميع الدول العربية منظمات رجال الأعمال، ولدينا لجان ليست متناهية، ولدينا جهات للأبحاث لا تنتهي، وكلام عن فكرة الأمن الغذائي العربي يكفي مجلدات يمكن أن تملأ غرفة كاملة. مشكلة العالم العربي هي مشكلة واضحة. هذه المشكلة في الحقيقة يجب أن تبدأ كما يعني ذكر ضيفك الكريم من الشعب، ولكن تبدأ بأخذ الشعب لي يعني مقاليد أموره، بفكرة محاربة الفساد، بفكرة على الأقل محاربة الفساد قد تكون. لكن يعني دكتور ريثما تنضج الحلول التي تتحدث عنها وهي محقة، قد يعني يهلك العرب جوعا. هو في الحقيقة هذا ما يحدث حاليا. احنا كما ذكرنا لا يمكن أننا يعني نقوم بذكر حلول لا يمكن تطبيقها. انظر لما يحدث في المنطقة العربية، وأعطيك مثالا واضحا على مدى تدخل الكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية حاليا وما يحدث وكيفية. يعني هل يعني يمكن أن ينسى المصريون يوسف والي وتعاونه مع هذا الكيان في إدخال المخصبات المسرطنة إلى مصر وضياع المحاصيل المصرية؟ انظر إلى ما حدث في ظل هذا النظام واقتفاء القمح والقطن من مصر التي كانت رائدة في هذه المجال. لا يمكن يعني يا دكتور بأي حال من الأحوال قد يكون لدينا موارد مستقبلية إذا ما تحسن وضع الفساد في المنطقة العربية تساعد في أن تقوم هذه يعني المنظومة بالتحرك، وفي الحقيقة تحرك سريع نحو الأمن الغذائي العربي. يعني نحن من الممكن أن ننظر إلى تركيا كمثال خارج المجموعة العربية لنرى كيف يمكن لحكومات تمارس جزء من يعني الكم من الديمقراطية المطلوبة، كيف يمكن أن يؤثر هذا على منظومة الغذاء وعلى فكرة التطور وتأمين الغذاء والسلاح. في الحقيقة هذه معادلة موجودة في كل العالم. لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا كان هناك نوع من المونوبولي والسيطرة على السوق والسيطرة على التجارة والفساد، لا يمكن أن نأمل في أن تكون الحلول، وخصوصا في ظل جائحة كورونا. أنا أعتقد أن جائحة كورونا قد تكون هي بداية الحل لكي تستيقظ الشعوب العربية وتستيقظ الحكومات العربية، وما تبقى من هذه الحكومات من ضمير عربي قد يعني يصحو قبل فوات الأوان. طيب دكتور شهاب، في دراسة عام 2018 تستشرف فيها واقع المنطقة العربية لعام 2030، الواقع الغذاء والزراعة، أشارت الأمم المتحدة، قالت إن الدول العربية غالبا لن تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وأنها ستواصل اعتمادها على التجارة الدولية من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية. هو كلام حقيقة إذا بالنسبة للمتأمل خطر. هل هذا الكلام يعني بالقطع أن المنطقة العربية ستتجه نحو الأسوأ فيما يتعلق بالأمن الغذائي؟ على المدى القصير نعم، على الأسف الشديد ما في أمل. ما هو أصلا المشاكل السياسية والحروب الذي حاصل الآن هو لمزيد من إضعاف القرار العربي وإرادة الشعوب وقهرها، وبالتالي حتى تستعيد عافيتها وتستقر تلك الدول وتكون هناك لها حرية القرار تحتاج بعض السنوات. فهذه الفترة الحالية لا يمكن إيجاد أي حلول سريعة للاعتماد على الذات إلا
من خلال ممكن يكون خط مزدوج، ممكن يتم البناء والتغيير من الداخل تدريجيا مع إيجاد الاستيراد من الخارج إلى أن يتم الاستغناء عن الخارج. هذا إذا بدأت الشعوب أن تعي هذه التحدي وبدأوا يشتغلوا على الموضوع من الآن. أما إذا انتظروا إلى أن تستقر هذه الدول، دولة مثل العراق أو مثل اليمن أو مثل سوريا أو كذا، يعني الشعب يقول خلي لما تستقر وبعدين نشتغل وبعدين، لأن رأس المال جبان والقطاع الخاص والمستثمرين لا يمكن أن يستثمرون في هذا القطاع أصلا إلا إذا استقر الوضع الأمني. وبالتالي مصلحة الشعوب أن تستهلك، لا يمكن أن تموت جوعا. والشعوب تنتظر الاستيراد حاليا من كل الدول وتعتمد عليها، ومصلحة رجال الأعمال كذلك. فهذه هي على المدى القصير، والمدى القصير أنا أقوله بين 3 إلى 5 سنوات سيكون هناك لا محالة الاستيراد من الخارج. طيب يعني دكتور، يعني الأمور ستزداد سوءا، والأمم المتحدة تقول بأن الدول العربية لن تتمكن في غضون السنين المقبلة حتى عام 2030، يعني تتحدث عن 10 أعوام الأمم المتحدة، فيها 10 أعوام هذه في ظل هذه الاضطرابات، في ظل هذا الترهل الإداري، في ظل محدودية الإنتاج الصناعي والزراعي في الدول العربية، إلى أين تتجه؟ يعني ما درجة السوء الذي يمكن أن يتجه إليه العرب فيما يتعلق بالأمن الغذائي؟ درجة السوء أنه يعني عدم وضوح الرؤية في الاحتياجات الغذائية، عدم توزيع الأدوار، عدم البدء في إيجاد حلول جذرية للموضوع، كلها عبارة عن تأجيل وانشغال الناس بالسياسة والأمن وإلى ذلك، صرفهم عن هذا الموضوع. وبالتالي صار ما هو الأسرع؟ الأسرع والله إن احنا نستورد الصنف الفلاني من الدولة الفلانية وانتهى الموضوع. فأنا قلت لك إذا كان استقرار ينتظر الشعوب الاستقرار إلى أن يتم إيجاد حلول جذرية للأمن الغذائي، هذا يعني بعد 5 سنوات من الاستقرار. يعني لو افترضنا الاستقرار بدأ بعد 5 سنوات بشكل كلي، يعني بعد 5 سنوات سيبدأون يضعون هذه الحلول والتخطيط، وبالتالي يعني يضيف عليها 5 سنوات أخرى، يعني بعد 10 سنوات يمكن يبدأ الأثر. أما إذا كان بدأوا حاليا بإرادة الشعوب التغيير الفوري، معنى ذلك خلال 5 سنوات تنتهي المشكلة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور شهاب عزيز. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في ختامها أشكر ضيفي الكريمين، كان معي من مدينة لوزيرن السويسرية الدكتور حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، وكذلك كان معنا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور شهاب عزيزي رئيس المركز الدولي للاستثمار في النمسا. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، في رعاية الله.